السلام عليكم. انا بتكلم على مصر دلوقتي اللي حصل ان هم 20 30 واحد مثلا اتسجنوا. انا مهندس كيميائي عادل صلاح الدين، مدير عام شركه مصر حلوان للغزل والنسيج، واحدى مرشحين الرئاسه المصريه. احنا بنتكلم بقى بصراحه ايه اللي حصل في الثوره ديت. 20 30 واحد اتسجنوا، ولكن الفساد متغلغل في كل انحاء مصر. على سبيل المثال قطاع الاعمال اللي انا شغال فيه لا زال في موجود يحكمه ناس تبع الحزب الوطني، والمستشارين الاف المستشارين بياخدوا مرتبات خياليه، وعلشان يقعدوا المستشارين دول هم في مكانهم كل اللي بيعملوه ايه؟ بيضرب ده في ده. المطالب يا حاج النهارده الخميس ليله الجمعه، المطالب النهارده جايه اعتصام 1 2 3. واحد ان احنا تطهير البلد من الفساد. لسه الفساد متغلغل في كل انحاء مصر، لازم نطهر مصر من الفساد. اثنين، لازم نحس بالامن اكتر من كده. لازم يكون الحكومه الموجوده ليها انياب. انا بحس انها حكومه مظهريه اكتر من ما حكومه بتخوض في المشاكل دايركت. اللي بدليل على كده ايه؟ دليل ان بيهتموا بمشاكل الفرعيه وبينسى المشاكل ايه الاساسيه بتوعه. لازم يكون في اهتمام اكتر بالمشاكل الاساسيه، الامن بالذات. وانا بدعو حكومه الدكتور عصام انها تهتم بالامن اهتمام شديد، وبالذات الداخليه. شكرا لحضرتك. قصدك حاجه جديده تضيفها؟ انا اقول بس مطالب بس الناس. اول حاجه احنا مطالبنا، انا اسمي محمود المصري، انا مطالبي زي اي مطلب مصري عادي، انا مطالبي بس حق الشهيد وحق الشهداء ثورة 25 يناير، وطالب بكل الفاسدين وكل اللي هم تسببوا في ضحايا الشهداء 25 يناير بالمحاكمات. وانا عايز اقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ما هو اذى حد في 25 يناير، وربنا المستعان ان شاء الله. على اجازه سليم. اتفضل. انا علاء الشناوي من طنطا، خدت بالك، وجاي عشان اشارك مع الناس دي، لان انا مواطن مصري زيهم. مطلوبنا حاجه، الناس اللي النظام الفاسد دي ما شفناش حاجه، ما فيش حد منهم متحاكم لحد دلوقتي، يعني من ايام ما قامت الثوره 25 يناير لحد وقتنا هذا ما فيش حد اتحاكم منهم. وبنسمع كلام 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 وبيتقال كلام، وناس بتقعد في التلفزيون تحكي ومفيش حاجه بانت. بس عندنا ان الناس فين دم الشهداء؟ دم الشهداء ايه؟ فين؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فايز طويل، شاركت في الثوره هنا في التحرير، وجاي النهارده عشان بكره ان شاء الله مليونيه 8 يوليو، ان احنا بنطالب المجلس العسكري زي ما انت كنت يمين على الثوره، وشفنا الكلام ده قدام الاذاعه والتلفزيون وفي التحرير هنا. عايزينك تكمل مهمتك ويبان ان انت مالكش علاقه بالنظام. يعني المجلس العسكري عطى كل الصلاحيات دلوقتي وقال لك القضاء المصري هو المسؤول. طب احنا محتاسين، هو القضاء هو اللي مسؤول عن ان الناس دي بتاخد براءات؟ قيادات الشرطه اللي هي قتلت المتظاهرين هنا ليه ما يوقفوش عن العمل؟ كل القيادات بتاعت الشرطه، رغم ان ضباط الشرطه والافراد بتاع الشرطه واخدين اوامر بقتل المتظاهرين. انا يعني ليا مختلف معاهم في موضوع ان انا احاكم فرد الشرطه، سواء من شرطه او ضابط في الميدان، لان ده واخد اوامر من فوق. لازم يتجمع حبيب العدلي ومبارك في محاكمه علنيه يشوفها كل المصريين، عشان الناس تامن ان في عدل. انا مش هحس بالعدل في القضاء المصري غير لما اشوف في محاكمات عادله عشان اسر الشهداء اللي لحد الان. اللي هتشوف الثوره بقى لها دلوقتي دخلت على 6 شهور اهو، لسه اسر الشهداء ما خدوش حقوقهم ال 5000 جنيه اللي بيقولوا عليهم، حتى ما خدوهاش لحد دلوقتي. فاحنا جايين بكره بس نخلي الثوره تمشي في المسار الصحيح بتاعها، ولازم لازم لازم محاكمات علنيه على كل عناصر الفساد، مش حسني بس، النظام كله. بس شكرا.